بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ربنا اشرح صدورنا للإسلام وبيض وجوهنا بالتمام والكمال، واجعل نورنا بين أيدينا وعن أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا من تحتنا ومن أمامنا ومن خلفنا، يا سميع يا عليم يا نور على نور. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضا. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين، أي عظم وثقل عليهم ونقص عليهم حياتهم. كبر على المشركين الكرب، خاصة لحد الآن كبر عليهم هذا أمر هذا الدين. كبر على المشركين ما تدعوهم، دعاتنا القياء النبهاء الأذكياء دعوهم إلى الرحمن حتى لا يقع عليهم من عذاب مسلط من لدن ذي الطول عليه سبحانه وتعالى. قال كبر مقتا، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه، أي يختار إليه ويجلب إليه ويقرب إليه من يشاء، ويهدي إليه من ينيب. اللي يحب يرجع إلى الله ربي يعاونه على الرجوع المقبول من لدن القابل العظيم سبحانه وتعالى.